مساء الخير ضيف علامات استفهام لهذا المساء الأستاذ ربع المدون وروائي وكاتب فلسطين. وناقش معه هذا المساء روايته الصادرة حديثا، الرواية بعنوان مصائر كونشيرتو الهولوكوست والنكبة، الرواية صادرة عن دارين للنشر، دار من بيروت أعتقد المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ومكتبة كل شيء في حيفا. أهلا بك أستاذ ربعي. طبعا نحن لقائنا الأخير كان أيضا بمناسبة رواية أخرى، والرواية كانت السيدة من تل أبيب، رواية أخذت شهرة معينة وترجمت إلى عدة لغات، وأعتقد كانت باللائحة القصيرة لجائزة البوكر للأدب العربي، وهي مغامرة أيضا، كانت مغامرة من نوع. وأنا عندما قرأت هذه الرواية وجدتك أنك تريد أن تغامر بطريقة أخرى لكن ضمن الإطار الفلسطيني، فلسطين الكبرى، فلسطين 48، فلسطين غزة، فلسطين الضفة، فلسطين الشتات، كل ما تعنيه. سؤالي الأول طبعا، وأنت تذكر حتى لا أعتقد معلومات أن الرواية استغرقت كتابتها 4 سنوات، لأن الرواية ليست فقط كتابة، أيضا عملية بحث وأعتقد عملية قرار في إنتاج رواية. سؤال الأول، أخيار الرواية وخيار موضوع الرواية وشخوص الرواية. خيار الرواية يعود إلى مشروعي بالأصل. مشروعي بدأ مع طعم الفراق تحديدا بعد عودة أكثر من 25 سنة لكتابة الأدب. طعم الفراق 2001. 2001 كنت توقفت عن كتابة القصة القصيرة، أصدرت مجموعة ب 1977 بعنوان أبله خان يونس. من بعدها لم أكتب أي شيء في هذا الإطار، وفجأة كتبت طعم الفراق. طعم الفراق كانت عبارة أريد أن أستوقفك حول الموضوع. وهي يعني تتعلق بكل كاتب، لماذا تكتب؟ لأنك تكتب قصص قصيرة وبعد ذلك توقفت، بالتالي يعني عامل الكتاب وعامل التوقف يعود إلى ماذا؟ يعود إلى طبيعة ظروفك أنت وحياتك وتنقلاتك. حياتي كانت شوية أكثر تعقيد من لموضوع تقني، ليس لموضوع له علاقة. يعني في جانب منه تقني، أحيانا أنت تنتقل إلى بلد تختفي فيها كل علاقاتك بالمجتمع بظروفك إلى آخره، وبالتالي انقطاع في مصادرك الأساسية، حتى مصادرك الشعورية اللي تنعكس عليك ومشاعرك وإلى آخره، قد تتوقف في مكان وقد تنبثق في مكان آخر، ويعني من الصعب الحكم في هذا المجال. لكن ممكن القول أنه في لحظة معينة من حياتي كنت في حالة تأمل، لأجد أنه أنا أمضيت 50 سنة من عمري، وهي 50 سنة تكاد تكون فريدة في الأحداث اللي مريت فيها، تكاد تلم معظم الأحداث والمصاعب والمشاكل اللي مر فيها أي فلسطيني، فوجدت أنها تستحق الكتابة، ومن هنا انطلقت فيها، فكانت هي رواية سيرة بالأساس. كانت هذه بداية المشروع طعم الفراق. في مرحلة لاحقة شغلتني قضية الهوية، يعني وكما كنا تحدثنا أيضا وقت السيدة من تل أبيب، كانت السيدة من تل أبيب تحاول استكشاف جوانب الهوية الفلسطينية للمغترب، ما الذي تغير لدى المغترب. وكنت منطلق من نفسي، يعني بعد 50 سنة طرحت هذا السؤال، ما الذي تبقى من ربع المدهون؟ هل هو نفس الغزاوي اللاجئ اللي من المجدل اللي كان في خان يونس إلخ؟ ما الذي طرا على الهوية؟ الهوية مسألة متغيرة وتتكيف وتتفاعل مع المحيط إلى آخره. من هذا الطرح انتقلت لخلق شخصية وليد دهمان التي لا أنكر أنها فيها شيء مني بالتأكيد، وتجربة كل كاتب عادة تمر بهالمسألة في البداية. ثم خلقت المقابل البديل، وليد دهمان الذي يزور البلاد ثم لا يستطيع العودة ويستقر يعود كبريطاني، وعادل البشيتي اللي يترك ألمانيا ويستعيد هويته ويصر على البقاء في غزة. فقدمت نموذجا للفلسطيني في الغربة مع صورة بانورامية، وهي الأساس وقالب الرواية الأهم، يعني صورة بانورامية لغزة في مرحلة تاريخية معينة. هذه الرواية تأتي استكمالا للمشروع. حتى في شخصية وليد سألتني عن الانطلاق. نعم، كان هناك في تساؤلات وحتى مغالطات في المقارنة بين شخصيته وشخصية وليد دهمان بمحاولة التطابق بين الشخصيتين. ومن هذه المغالطات أن وليد متزوج جولي البريطانية، وبالتالي ربعي متزوج جولي البريطانية. وحتى أمس كتب أحد النقاد، وهو أستاذ
في جامعة في الضفة الغربية يعيد نفس المغالطة للتأكيد بأنه نفس الشخصية في محاولة إثبات أنها نفس الشخصية. وهذه مناسبة أن أقول لا، هذا كلام غير صحيح، ولكن هذه النقطة كانت مهمة جدا في الانطلاق من أنه نعم، من هي جولي هذه؟ زوجة وليد دهمان، وليس سناء قبلاوي زوجة ربع المدهون الحقيقية المقيمة معي في لندن. وبدأت من انطلاقا من هناك اخترعت هذا المتخيل لأبني حياة جديدة لجولي أستكمل. كان في لفتة سريعة أنه هي تزوجت وليد، تزوج من امرأة بريطانية، ولا بنعرف أكثر من ذلك، وفتحت هذا المجال لأبني حياتها بالكامل. وهذه هي القصة الأساسية اللي تنطلق منها الرواية، والسرد كله كمتخيل وتنسج قصة كاملة لحياة والدتها. إذا لأي مشاهد هذه الليلة أيضا أن العنوان هو مصائر، العنوان الرئيسي، لكن العنوان الفرع وكونشيرتو الهولك. الكونشيرتو وطبعا لمن يعني يهوى موضوع الموسيقى الكلاسيكية تقنية من تقنيات الموسيقى، وأنا استغربت، ليس استغربت، استغربت الجرأة في استخدام تقنية موسيقية لكتابة الرواية. تتحدث حتى في الغلاف الرابع لكتابك عن حكاية الكونشيرتو، الحركة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونفهم أنه في كل حركة في رواية أو في قصة لبطلين، والبطلين يدخلان في الحركات الأخرى. أنا أولا استغربت استخدامك لهذه التقنية، لكن استغربت أكثر أن تشرح للقارئ بروايتك عن هذه التقنية، وكأنك عم تعطي دليل سياحي لروايتك. هي مسألة شوية معقدة إلى حد ما، يعني هل كان علي أني أشرح أو كان علي أن أصمت وأترك القارئ يكتشف ما يكتشفه؟ في الحقيقة يعني أنا عندي قراء يعني بالألوف، ولذلك في جزء كبير لا يعرف الكونشيرتو إلى آخره، فحاولت تبسيط المسألة لا أكثر، وأنه يعني هي فقط أنا أريد أن يتذوق عمل أدبي على قالب موسيقي. الحقيقة ما حندخل بالتفصيلات الأساسية والعميقة للموسيقى والقوالب الموسيقية، ولكن بإشارة سريعة يعني ممكن القول أنه الكل بدأ من السوناتا، والسوناتا هي يعني حالة يعني تعطي الآلة الموسيقية مجال لإثبات كفائتها، تقديم كل ممكناتها الموسيقية واللحنية. من هذه النقطة يمكن التوسع إلى الكونشيرتو اللي يصبح فيه آلتين، آلة مقابل آلة في حال الجدل، أو آلة مع أوركسترا، أو آلتين مع أوركسترا. من هنا أنا وجدت أثناء الكتابة ومنذ البداية أن أنا أمام شخصي ثنائيات. هذه الثنائيات قدرت أن أوزنها أو أعادلها بالآلات الموسيقية. فلدينا إيفانا، إيفانا تشرح مثلا كما تلعب آلة لنقل البيانو، كما يشرح للبيانو قدراته، إيفانا تشرح حياتها بهذه الطريقة، أي تقدم كل ممكنات الإضفاء أو إلقاء ضوء على شخصيتها. وكذا تفعل جولي، ثم نأتي لوليد ليضيف، ثم نأتي إلى جنين دهمان، ثم محمود دهمان. هذه المجموعة وجدت أنه تقسيمها بطريقة تقليدية غير ملائم تماما، وأنا أحب المغامرة، أحب التجديد، أحب أن أخوض تجربة جديدة، فلماذا لا أخوضها؟ لدي خلفية موسيقية لا بأس بها، مش بطالة، وإن كنت لست محترفا. فقمت بتقسيم العمل إلى أربع حركات. شأن يعني هي كانت الكونشيرتو كان يعتمد حتى عصر الباروك ربما بثلاث حركات، ولكن تضاف حركة رابعة. وجدت أن الحركة الرابعة ستكون ربما قمة أو ذروة العمل. التقسيم هذا ساعدني على وضع أربع روايات وأربع قصص، ولذلك انفردت كل حركة انفردت بإيقاع خاص فيها، وكل حركة انفردت بشخصياتها المثنى أو الثنائية. في كل حركة هناك شخصيتان تلعبان دورا متكاملا، تقل واحدة عن الأخرى ثم تختفيان تدريجيا، أو يكون دورهما ثانوي في الحركة الثانية التي تفتح مجال لرواية جديدة دون انقطاع في الخطوط. بمعنى آخر هناك تجانس، وهناك بالمعنى الموسيقي توالف هارموني بين الحكايات. خيارك هذا الخيار كان متعب أم كان آلي عفوي؟
لا، في شيء من الحقيقة، في شيء من التعب، ليس بمعنى الضبط، لأن أنا مش ملزم بتقنيات موسيقية، لأن أنا لا أكتب، أنا مش كومبوزر وأؤلف مقطوعة موسيقية، أنا أريد أن أعطي نفس للرواية، أن أعطيها إيقاع خاص، أعطيها أجواء، أو كما قال بعض الأصدقاء أنه هي تتدفق في إطار سيمفوني بمعنى ما. هذا التدفق يعني كان يحتاج أحيانا إلى ضبط، بمعنى أنه أن تلتزم حدود الحركة وضوابط الإيقاع. فنحن نعرف مثلا، كما أشار صديق الروائي والناقد أنور حامد في أول تعقيب على الرواية، إنه الحركة الأولى بالكونشيرتو عادة أليجرو وهي سريعة، وبينما الحركة تبدو بطيئة في البداية. أنا يعني تقديري أنه أنا تعمدت لأن تكون بطيئة، لم ألتزم بالقوالب كما هي موسيقية، إنما كانت بطيئة لإعطاء مجال أوسع لإيفانا لأن تسرد قصتها، وجولي لأن تسرد قصتها بهدوء وبساطة لكنها بعمق أيضا. أستاذ رابع، في المقارنة مع سيدة من تل أبيب، حضرتك في شخصك لما تحدث عن مصائره، وبالتالي مصائر ليس فقط الشخصيات، مصائر المدن والأحياء ومصائر حتى كل فلسطين في التاريخ وفي الزمن وفي الحاضر أيضا، لكن أنا شعرت أنك هذه المرة تريد أن تركز على الرواية الفلسطينية، سواء كانت في الداخل أو الخارج، بدون أن تتكلم حتى الشخصيات اليهودية اللي تمر في خدمة الشخصية الفلسطينية ومعاناته. اختلف الوضع عن السيدة من تل أبيب، سيدة البير، كان مقصود هذا الموضوع؟ هو يعني ليس قصد أو عدم قصد، بقدر ما أنه هو استكمال لمشروع يعني. في البداية أنا قدمت شخصية إسرائيلية بمنظار معين، قدمت شخصية إيجابية وقدمت شخصيات سلبية وجنود بشعين على الحواجز إلى آخره، فكانت هذه مرحلة من المراحل. بس مشروعي الأساسي هو مشروع فلسطيني، وبالتالي أنا أستكمل مشروع آخر. فإذا أشرت قبل قليل بأن أنا قدمت صورة بانورامية لغزة في مرحلة معينة، أريد أن أردت في هذه الرواية أن أستكمل أيضا الهوية، ولكن هذه المرة لنقل قطاع آخر أو مكان آخر أو فلسطينيين آخرين، اللي هم من تبقوا في فلسطين ولم يغادروها، واللي أطلقت واللي منها جاء اشتقاق شخصية محمود دهمان اللي أعطي اسم باقي هناك، السيد باقي هناك، وهو الذي أهديته روايتي. يعني ومن هنا كان الاستكمال هو هذا التجوال الواسع، ليس في الحياة التفصيلية اليومية بقدر ما هو يعني تعرف على ملامح التجربة اللي خاضوها في بعد 1980. إذا كنت ناقد لروايتك وقارنت برواياتك السابقة، كيف يكون وجهة نظرك؟ إلى حد ما تحمل الكثير مما هو مختلف عن السيدة من تل أبيب. بعتقد أنه بين 2005 حضرتك تخاف من التكرار، تخاف من أن تكرر أسلوبك، تخاف من هذا الموضوع؟ أي كاتب يفترض أن يضع بذهنه هذه المسألة. كيف تكافح ذلك؟ كيف تتوقف وتتأمل، تتوقف وتتأمل وتعيد النظر في المشهد، وقد تستعين بصديق كما يقول أحيانا لما تقرأ المخطوطة قد يلفت نظرك بأنه هذه تشبه كذا مثلا، فتقوم بإعادتها، هذا مش عيب. بس غالبا أنا بعتمد على نفسي في أن أراقب نفسي بأنه هل أكرر وليد دهمان؟ أنا جبت الشخصية نفسها، هل أكررها أم أنا أستخرج ممكنات أخرى لدى هذه الشخصية؟ في الماضي في السيدة من تل أبيب هو ذهب إلى غزة ليستكشف ويرى غزة ويرى أهله، لكن هذه المرة هو يرى موضوع مختلف. هل هو كبريطاني يستطيع العودة، معه جواز بريطاني، يستطيع الدخول إلى إسرائيل، يستطيع البقاء في البلاد، هل يستطيع استئجار بيت، هل يستطيع الإقامة، هل يستطيع الانتقال، هل يمكن الانتقال، وماذا يعني له، هل هذه عودة أم مجرد سياحة؟ في القسم الثاني أستاذ ربع المدهون سندخل أكثر في الرواية وفي حركات الأربعة، لأحاول أن أفهم أكثر، طبعا نعطي شوية ملامح للمشاهد عن شخوص وعن أحداث هذه الرواية بعد الفاصل. ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. مصائر، وهي طبعا رواية الأستاذ ربعي المدهون، مصائر كونشيرتو الهولوكوست والنكبة، هي الرواية الأخيرة الصادرة حديثا عن مؤسسة دراسات مصر العربية للدراسات والنشر ومكتبة كل شيء في حيفا. في آخر القسم الأول كنت حدثتني عن، وكنت طبعا ردا على سؤال حول إمكانية تجنب التكرار، وكنت أتحدث عن وليد دهمان اللي تقول أنه هو يعني يمثلك بشكل أو بآخر. هل كان هناك من أصدقائك أو أنت نفسك كنت تقول فلنخلق شخصية أخرى غير وليد دهمان؟ لماذا التزمت وبالتالي واضح أنك تقررت أن تحتفظ بهذا الشخص؟ لأنه المسألة الأساسية اللي حبيت أطرحها استكمالا للهوية هي سؤال هل يمكن العودة والإقامة في ظل الوضع الحالي، لمن تتاح له هذه العودة وما شكل هذه العودة، لكي يجيب على العودة الحقيقية، لكي يجيب على السؤال الرئيسي. يعني الشعب يحتل شعب شعب. طيب بس كان يعني كان بإمكانك أن تخلق غير وليد دهمان، وهو طبعا فلسطيني موجود في الخارج، ومع ذلك تقصدت أن تعيد. نعم، لأنه بذهني أنا أنه وليد هو اللي، وكأنه سيدة من تلابين لم تكتمل، وكأنه في شيء ناقص أردت إلى حد ما بقيت هي مفتوحة. في كل الأحوال أنا أترك روايتي مفتوحة لحتى ما أغلق الطريق، لا على نفسي ولا على شخصياتي ولا مشروعي. فإذا كان وليد دهمان قدم صورة لهويته وهوية الآخرين وبانوراما كما قلت لقطاع غزة في مرحلة تاريخية معينة، فحبيت أنه أن يستكمل جولة وليد للوضع الفلسطيني، يقدم صورة أخرى للوضع الفلسطيني لحتى يكون أمامي مجال آخر لرحلة ثالثة. ومشروعي أعتقد حسب أنا ما مخطط له ينتهي بثلاثية. هذه الثلاثية تستكمل كامل البانوراما للوضع الفلسطيني من مختلف جوانبه. بمعنى آخر أطمح أن تكون الثلاث روايات هي دليل على هذه القضية. في روايتك، في حضرتك يعني، يعني لا نكشف سر، هو مكتوب على غلاف الرواية، في حركاتك الأربع، حركة الكونشيرتو الأربع حركات. الحركة الأولى تتحدث عن شخصية سيدة أرمنية فلسطينية طبعا من فلسطين، هي يعني تعشق طبيب بريطاني، تهرب معه إلى بريطانيا، تتزوج هناك طبعا وتنجب جولي تتزوج بعد ذلك من وليد دهمان الفلسطيني. جولي ودهمان يعودان إلى فلسطين في محاولة لتنفيذ وصية إيفانا بنثر رمادة في عكا أو في القدس. وطبعا هناك حكاية جنين، وهي روائية أيضا تحاول كتابة رواية عن محمود دهمان اللي هو شخصية والدها أيضا. وهناك طبعا هذه العلاقة بالداخل والخارج، كلام عن فلسطينية 48، كلام عن فلسطينية غزة، فلسطين أينما كانت، وطبعا فلسطين الشتات. في كلام عن العودة التي تقترحها جولي، وعن تردد بالعودة الذي يعني يعبر عنه فلسطين وليد دهمان. وأهم شيء في الرواية أن في مجموعة من الحوارات والتفصيلات نترك للقارئ أن يكتشفها، تكتشف فيها عبق فلسطين القديم والحديث أيضا. وأعتقد أنه كان في لسان الناقد أن هناك كاميرا كانت تجول في أحياء وفي زواريب معينة كنت تنقلها عبر، هل أردت ذلك أم كنت يعني هل كل شيء في الرواية مقصود؟ أحيانا فينك، أنا لا أخطط بالمناسبة للعمل وأتركه يتوالد وأتفاعل معه تماما كما هو التأليف الموسيقي. أنت تجرب مقطوعة أو مازورة زي ما بقولوا بالعربي، جملة موسيقية، ثم تعيدها ثم تركب وهكذا. وفي جزء آخر بيكون إلى حد ما في شيء من التخطيط العام. من الأمثلة اللي ممكن تفيد في هذا المجال للمستمع أو القارئ لتفهم هذه النقطة أكثر، هو أنه على سبيل المثال أنا ذهبت إلى القدس وعكا ويافا وحيفا عدة مرات، تقريبا 4 مرات كما أشرت في مقدمة العمل، بقصد البدء في يعني التعرف على أماكن وضع شخصيتي. أنا لدي شخصيات، لدي الفكرة، أريد أن أضعها، وكنت أخذ ملاحظات وأجري أبحاث إلى آخره وأكتب في لندن. ولكني أثناء الكتابة تنشأ
يعني تطورات درامية أثناء الكتابة تستوجب إعادة النظر، تستوجب الكثير من التفاصيل. فكنت أعود إلى عكا وزواريب عكا، وأعود إلى الشوارع وأدققها من جديد، من أين ستخرج، من أين ستمضي البطل، من هنا أم من هناك، كل هذا. وكنت عندما أعود وأكتب هذا الجديد يعطيني دفق درامي آخر وأفكار جديدة. وهكذا كانت تتطور مع المسألة، مع مراقبة في إطار الفكرة اللي أنا بشتغل عليها. هذه المرة أدخلت الأجنبي يعني أنت لم تتحدث عن شخصيات فلسطينية في قرى فلسطين. أولا تحدثت عن شخصية أرمنية فلسطينية، بالتالي حتى يعني الأرمنية لها حكاية لماذا هي في فلسطين. ثانيا هذه الأرمنية تتزوج بريطاني فأصبحت وذهبت إلى فهي خرجت من فلسطين، لكنها أعادت من خلال ابنتها أعادتها إلى فلسطين. هذه يعني حكاية هوية أيضا. هي حكاية هوية، ولكن أنا بالنسبة لي هي كانت أيضا حكاية إنسانية وحكاية حب. زلت عمر إذا فيك تسميها، خطأ مراهقة، مغامرة في زمنها، يعني كانت بين 18 و19 سنة لنفترض ذلك، ووقعت في حب هذا البريطاني المستعمر. هي مسألة إنسانية بحتة وهربت معه. لكن الأهم بالنسبة لي كان هو إدخال هذا العنصر تحديدا، يعني الأرمن في فلسطين. الأرمن في فلسطين، كم هو أرمني وكم هو فلسطيني. هذه مسألة مهمة، وهناك إشارة لافتة في الرواية تاريخية وحقيقية وبالأسماء، أنه عمها قتل في إحدى المعارك، لكن الاسم المستخدم أعتقد اسمها حقيقي، فقتل ب48 قبيل سقوط عكا أو على أبواب سقوط عكا في المعارك الأخيرة. فأنا حبيت ألقي ضوء على قطاع من القطاع الفلسطيني عبر هذه الحكاية، ثم تتوسع بجانب آخر لتعطينا صورة عكا القديمة نفسها وتاريخها، وأنه هذول أيضا فلسطينيين أرمن وقدموا بطولات وشاركونا المأساة بكل جوانبها، إضافة إلى مأساتهم التاريخية. حتى حدا من العائلة يقتل في لبنان أيضا، وبالتالي هذه المأساة الفلسطينية المنتشرة. نعم، فهم شاركونا هذه المأساة كما قلت، مضافا إليها مأساتهم الأساسية التي ورثوها عن أجدادهم والأتراك. لفتني أيضا موضوع أن يعود وليد وجولي ابنة إيفانا لتنفيذ وصية. أول شيء هناك وصية، يعني هي تعتبر أنه هذا بلدها وهذا وطنها وتريد أن تنثر رمادها في هذه الأرض. ثانيا الابنة التي يبدو ولدت من أب إنجليزي على حب فلسطين، وبالتالي هي ذاهبة بهذا الاتجاه. هي لا تتقدم بصفتها سائحة أو بصفتها، لكن بصفتها هذه المواطن. ألم تبالغ بذلك؟ هذا التواصل ما بين فلسطين وبين الأجيال التي تأتي. يعني سأترك هذا للقراء والنقاد، لكن بقدر أقول إنه كل إنسان في نهاية عمره بيعيد حساباته، يعني حساباته المالية والعمرية والأولاد والأرض والتركة. إيفانا تركتها الأساسية ليست ما تركوا لها جون ليتل هاوس زوجها الإنجليزي، ولكن تركتها الأساسية كانت هي هذه العلاقة مع ماضيها، خطأ عمرها إذا شئت أن تسميه بين قوسين. فهي أرادت في لحظة إدراك إنه العمر اقترب من نهايته أن تفرض عودتها، أو تفرض حنينها إلى بلدها، تفرض هذا العشق لفلسطين فرضا في وصية، أن بمعنى أن تلزم ورثتها بتنفيذها، بمعنى أنها تريد أن تبيض صفحتها، تريد أن تمسح هذا الخطأ رغم أنها عاشته باستمتاع إلى آخره. إلى أي مدى فيها مبالغة لا أدري، يعني كما قلت نتركها لحكم الآخرين. أستاذ رابع المدهون، أنا طبعا لفتني وحضرتك بإمكانك تصحح لي، يعني تطرقت لشخصيات إسرائيلية موجودة، لكن هذه المرة وكأنك تقدم الشخصية اليهودية بصفتها الواقعية أكثر من صفتها خلينا نقول العقائدية نوعا ما. هناك الشخصية العادية أنها تسكن بيوتنا لكنها شخصيات عادية، وهناك شخصيات أمنية تمارس. لم أشعر بأنك تمارس
أو تفرض وجوه سوداء يهودية إسرائيلية، هل هذا نضج نوعا ما في العمل الأدبي؟ يعني هي هذه نقطة يعني خلافية، يعني بالفلسطيني جابت لي وجع رأس كبير. يعني كل ما يمكن أن نسميه من أحيانا هرطقات سياسية، وأحيانا تحليلات واعية، وأحيانا تحليلات غير واعية، وأحيانا الكثير من النوستالجيا والرومانسية والابتعاد عن واقعية الأمور، في هناك سؤال كبير. هؤلاء الناس 6 مليون في فلسطين اللي اسمهم إسرائيليين، ماذا سنفعل بهم؟ هل نستطيع أن نفعل كذا أو لا؟ ما هو مشروعنا الأساسي؟ أنا بالنسبة لي هناك رؤية محددة. هؤلاء الإسرائيليون سنعيش معهم، شئنا أم أبينا. علينا أن نجد حل. واقعية أدبية أم هو استسلام؟ لا 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 لا، ليس استسلاما، لأنه الموضوع ليس استسلاما أو مزايدات أو كذا. أنا أشعر أنا بطبيعتي واقع جدا، هناك 6 مليون مقابل 6 مليون. أرى أنه الحل الوحيد من الجوهر الإنساني في الموضوع، والحل الموضوعي للجميع، أن يعيشوا في بلد واحد بحقوق متساوية للجميع. هلأ هناك نظرة للموضوع، أن يكون كل منهم منفصل في دولة، وهذا كل الفلسطينيين تقريبا إلى حد ما مجمعين عليه. يعني مش شايف أنا في خلافات على هذا الموضوع. بمعنى آخر، نعود إلى سؤالك، هل هم يرفضوا ذلك؟ لا، الفلسطينيين لا يرفضون. المشكلة لديهم أن هناك لاجئين من حقهم أن يعودوا، وأنا أقول أيضا من حق هؤلاء اللاجئين أن يعودوا، ولكن سيعود الجميع إلى هذه الأرض الموجودة. لا خيار آخر، لا يستطيع القضاء علينا، لا نستطيع القضاء عليهم، لا يستطيع التخلص منا، ولا نستطيع التخلص منهم. نحن تحملنا مصيبة مع كفلسطينيين، ألقى التاريخ علينا كارثة، ولكن ماذا سنفعل بهذه الكارثة؟ نريد أن نحيا ولا نريد أن نموت إلى نهاية العمر. كيف عالجت هذه الفكرة برواياتك؟ يعني ذهبت إلى الجوهر الإنساني، الانطلاق من الجوهر الإنساني. هذا بني آدم وهذا بني آدم، ولكن هذا البني آدم يوضع في قالب معين، هذا تصهيا محكوم بأيديولوجيا، يتصرف بعنجهية، بسفالة، بقمع، بقتل إلى آخره، احتل بلد آخر، ولكنه في نهاية الأمر سنجد وسيلة ما وطريقة ما لأن نتعايش مع هذا عندما نجرده من صهيونيته. لن نتعايش قبل أن نتمكن من تجريد الإسرائيلي من صهيونيته ليعود إنسانا عاديا. عندما يعود إنسانا عاديا يعترف بنا وبحقوقنا وبكل ما قام به ضدنا، بمعنى آخر إذا لم يعترفوا الإسرائيليين بجرائم 48 والنكبة، لن يكون هناك أي تصالح وفي رواية طبيعية. في روايتك على الأقل نشعر أنك وكأنه فلسطين يعني موضوع متخيل، وكأنه ليس هناك سلطة وليس هناك حماس وليس هناك فتح وليس هناك عمليات وليس هناك هدنة. الموضوع السياسي موضوع الراهن غائب، وبالتالي قلمك هيك راحته. طبيعي، لأن الشخصيات تتحرك في فضاء وجغرافية مختلفة. هم ليسوا في غزة وليسوا في الضفة الغربية. هناك إشارات سريعة، هناك شاب يقتل ينتمي لحماس يذهب من كندا إلى فلسطين إلى غزة ويقتل، هي إشارة سريعة لا أكثر، لكنه ليس شخصية أساسية ولا حتى ثانوية. وبالتالي الشخصيات الرئيسية تتحرك في هذا الإطار. يعني قصدي في موضوع العودة لوليد دهمان واقتراح جولي، وهو طبعا موضوع مهم جدا في حياة هذه الأحداث أساسية. نعود إلى ماذا؟ إلى أي حدود؟ نعود إلى دولة السلم أو لا؟ يعني كل ذلك تمام، هو سؤال أساسي، لكن أنا لا أذهب إلى الصراعات اليومية ولا السياسية، لا تعنيني بقدر ما تكون هي نتاج تفاعلات درامية. إذا لم تكن نتاج تفاعلات درامية ستكون إسقاط من الخارج وستكون أيديولوجيا، وهذا ما أتجنبه. فعلا عندك حساسية في موضوع الأيديولوجيا. لا، أنا ليس حساسية أيديولوجيا، ولكن الأدب ينبغي أن يذهب إلى الأدب. ينبغي أن تعالج المسألة السياسية بإطارها الدرامي وليس العكس، أن نعالج الدراما بإطارها سياسي. في القسم الأخير أستاذ ربعي المدهون، سأحاول أن أفهم من خلال روايتك موقعك في الرواية، وخصوصا أنه حضرتك بالرواية السابقة كنت في اللائحة القصيرة لجائزة البوكر، بالتالي في اعتراف عربي بدورك. وأريد أن أفهم أيضا هل هناك دور للرواية في تطوير وعي
كأفكار تحدثنا عنها منذ قليل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا هذا المساء الأستاذ ربعي المدون، روائي والكاتب الفلسطيني، يناقش روايته الحديثة الصادرة حديثا مصائر كونشيرتو الهولوكوست والنكبة. أنا لفتني طبعا تقنية أريد أن نناقشك فيها، هي المواجهة التي حصلت بينك ربعي المدون وبين بطلك وليد دهمان، وهذه وكأنه كان هناك مخاطرة نوعا ما في أنك خلينا نقول تستدرج ربع المدهون إلى الدخول في رواية ربع المدهون نفسه. هي لعبة يعني، وأنا بحب اللعب الفني. كأنك تقول لكل قارئ هذه رواية ليست تقرير صحف، هذه بالضبط رواية. أنا أحب اللعب الفني، أحب الكاتب اللي يستطيع أن يقنع قارئه بقدراته الفنية والتقنية، وأنه الأمور لا تأتي مصادفة، ليست مصادفة أنه وهو كتب رواية وانساق خلفها إلى آخره ومشي فيها ومشي الحال. هي مسألة دقيقة جدا، تمتع بتقنية. نعم أنا يعني بحب أقول أنه أنا لدي القدرة التقنية، ولكن إذا فشلت فهذا كمان أنا بتحمل النتائج، وبحب أشتق تقنيتي الخاصة، شكلي الخاص، وبالتأكيد هناك تشابهات تقع بين هذا وذاك، هذا أمر طبيعي، لكني أحب التركيز على القدرة على اللعب بالإطارات التقنية لخدمة العمل الدرامي. ولكن تأثرا بمدارس معينة أم لا؟ أنا يعني ما أعتقد أنا متأثر بشيء محدد، يعني أنا القراءات تؤثر وتحدث تأثير تراكمي، لكن أنت الكاتب عليه أن يشتق أيضا لغته، له لغته الخاصة، وأنا حريص على أن تكون لي لغتي الخاصة، وأنا واثق أن هناك لغة خاصة، وهذه اللغة أيضا متطورة، كنت سأقول قبل قليل أنها أيضا هذه اللغة بالنسبة لإلي ولمن قرأ الرواية حتى الآن هي لغة متقدمة عن السيدة من تل أبيب اللي كانت قبل أكثر من 5 سنوات، ولذلك هناك محاولة للتطوير على هذا الصعيد، ومحاولة للعب التقني، ومحاولة لاستخدام الشكل. بمعنى آخر أريد أن هذه روايتي أنا أستعير تشبيه لقارئ كتبه على جودريدز مرة عن حول الأسلوب والتقنية، وهذا في السيدة من تل أبيب، عندما قال أن المدهون يقدم رواية بأسلوب مدهوني، وبمعنى آخر، وأنا أشكره جدا على تحديد خصوصية الكاتب. فما أشرت له حول استدراج وليد دهمان، وأعتقد أن الكلام استدراجي أنا شخصيا، لأن أكون بطل للحظات هو حدث في المطار عندما قرأ صحيفة القدس العربي وجد فيها وليد دهمان مقال ربع المدهون إلى آخره. نعم هي تضفي طرافة، تضفي لباقة على المشهد، تضفي حيوية على المشهد، وأيضا تستحضر الكاتب نفسه لتوريطه في الموقف نفسه. هو الآن ينتظر، كان في ذلك المشهد ينتظر التحقيق المجندة، أن تستدعي للتحقيق قبل ما تسمح له بالدخول والخروج من مطار اللد. ولذلك أنا شئت أن يتورط أيضا الكاتب مع بطله في التحقيق والانتظار. وهو روى بالمناسبة هو روى أيضا ربع المدهون روى قصة حقيقية وقعت مع
معه في القاهرة تتماثل مع التحقيق، ولكنه من جانب آخر هو في القاهرة عنده مشكلة في المطار، وفي الذهاب إلى البلاد أيضا لديه مشكلة. في تقنياتك أيضا أستاذ ربع المدون، حضرتك كاتب رواية فإنك تروي، لكن داخل الرواية هناك حكاية الروائي اللي هو وليد دهمان الذي يقرأ رواية أيضا لجنين، فهناك رواية داخل الرواية، وجنين أساسا هي رواية في علاقتها مع باسم وإلى آخره. هل هذا يعني في مبالغة أم لا تعتبره تقنية حديثة معينة؟ هو كان لدي بصراحة كان لدي أكثر من حكاية، أقول لدي 3 أو 4 حكايات، وهذه الحكايات أنا أكره أن أضعها بشكل كلاسيكي، واعترف أنه ليس لدي حتى القدرة ككاتب حقيقة، ليس لدي القدرة أن أمضي بشخصيتين في عمل متكامل يأخذ مدى. هناك من يبدع في هذا المجال، هناك من يتفوق بالرواية التاريخية، هناك أسماء فلسطينية في هذا المجال، هناك من يتفوق في البوليسية. أنا أجد مكاني في هذه الرواية، في هذه التقنية اللي تعطيني تجسد قدراتي كما الآلة تعطي كل كفاءاتها. أنا أجد أنه هذه التقنية تسمح لي بأن أقدم أكثر من بطل وأكثر من حكاية، وأستطيع برواية واحدة أن أقدم صور أعرض وأوسع لفلسطين وشخصياتها وناسها من أن أقدم شخصيتين بطريقة كلاسيكية. في شخصية جنين لها قصة مع باسم وزوجها، باسم من بيت لحم يريد أن يكون له إقامة عمل في أراضي 48 في إسرائيل في الداخل. طبعا هناك البيروقراطية وهناك عنصرية في هذا المجال. الذي لفتني أولا هو حكاية بنت من 48 وشاب من 67، لكن هذا الشاب لديه هموم العادية لأي مقيم في بريطانيا أو في فرنسا إلى ذلك، لكنه أكثر هو سوسيولوج، هو يعني مختص بعلم الاجتماع ويعالج موضوع العنف الأسري. وشعرت وكأنه تجاوزنا موضوع أن نتحدث عن الاحتلال ونتحدث عن المقاومة، وأصبحنا نتحدث عن يوميات بما فيها اختصاص عمل يعالج موضوع اجتماعي معين. ما لا أعرف يعني، وكأنه هذا يختلف عن النبض الفلسطيني القديم الذي يجب أن نتحدث عن القضية عن القضية. لا، هو طبعا مش بالضرورة، هو يعود دكتور يعود للخيار نفسه والشخصيات نفسها. الشخصيات هي جنين إسرائيلية الجنسية، يعني هي فلسطينية مقيمة في البلاد زي ما بنسميها، مقيمة في فلسطين، مقيمة في إسرائيل إلى آخره، وتحمل جنسيتها، وكمواطنة تستطيع أن تعيش حياتها بكل حرية، ولكن في حدود يعني التمييز المعروف ضد الفلسطينيين 48 كما نسميهم. أنا لكن صح لي أكثر، هل في خلال الرواية وكأني أصبحت لا أرى فلسطين، أصبحت أرى غزة، أرى المجدل، أرى بيت لحم، أرى حيفا، وكل ما واحد هي هذه فلسطين، ما كل واحد يعتبر لا، هي كانت تناضل أو تدافع عن فكرة البقاء في يافا أعتقد، وهو يريد أن يناضل البقاء في بيت لحم، وبالتالي كل فلسطين، كل واحد صار له زاويته في فلسطين. خلينا نوضح النقطة، هي ليست بمعنى التضاد بينهم، لكن هناك ظروف محددة لمن يعيش في إسرائيل. جنين تعيش في ظروف محددة ولديها إمكانات العيش والإقامة كمواطن بين قوسين، بينما هو لا يستطيع. هي الرواية تحاول أن تشرح مأساة النساء أو الشباب من 48 الذين يتزوجون من غير 48، يعني إذا تزوج من واحدة من الضفة، إذا تزوج روسية، تزوج ألمانية، من غزة إلى آخره، كم سيجد من المتاعب إذا عاش في إسرائيل، وهل يستطيع الاستمرار أم لا؟ علاقتهم كانت صعبة، حياتهم كانت صعبة. النقطة الأخيرة في هالمجال إنه وردت الإشارة نعم بكل دقة إنه باسم من الضفة الغربية، باسم لم يكن في يوم من الأيام لاجئ، ولذلك لا أريد أن أخدع القارئ، لا أريد أن أخدع نفسي، لا أريد أن أخدع فلسطينيتي. هو ليس ضد ومع وكذا إلى آخره، لا، هو ابن بيت لحم لكنه لم يلجأ،
هو ليس لديه حتى حنين العودة بالمعنى اللي لدى فلسطيني من قرية حمامة هاجر على غزة إلى آخره. طبعا هو مع العودة هي جزء من حياته وجزء من الفلسطينيين، لكنه كشخص بهمومه الشخصية يستطيع العيش في بيت لحم ببساطة، لكن جنين لا تستطيع الانتقال من موقعها في إسرائيل إلى العيش في بيت لحم. هذه الإشكالية أريد يعني أردت أن ألقي ضوء عليها. في جملة يختصر وليد موقفه من موضوع العودة: لا أريد العودة غريبا. العلاقة بالأرض ليست علاقة بيولوجية، علاقة سياسية. نعم، هو لا يريد، بمعنى أنه إذا يعني هي تطرح عليه أنه شو رأيك يا وليد نبيع بيتنا في لندن ونروح نعيش في عكا أو يافا أو كذا إلى آخره. فهو بيشوف المسألة أنه ولا يشعر بنفسه غريب في, 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 في بريطانيا، هو يشعر بغربته في فلسطين أكثر. لا، مش غربته عن فلسطين، هي غربته عن النظام القائم، هي غربته عن إسرائيل. يعني أنت عشان تجيبيني يا جولي، عشان تجيبيني أعيش في فلسطين، هذا يحتاج أني أنا أخضع للقانون الإسرائيلي، لكل الضغوطات الإسرائيلية، وقبل كل هذا هل يسمحوا لي أساسا هم بشراء بيت؟ هل يسمحوا لي بالإقامة؟ كيف ستكون شكلها؟ وهذه ليست مشكلة بالنسبة لجولي، وكانت تعتبر الأمر طبيعي عادي. جولي الأمر مختلف معها، الأمر شمس وبحر، بريطانية 100% ما عندها هذه الإشكالية. بينما بالنسبة لوليد هذه مش عودة، هذه إسرائيل. هو لا يريد أن يعود إلى البلاد وهي إسرائيل، هو يريد أن يعود عندما يكون هناك حل، عندما تكون أصبحت جغرافيا يعيش فيها الجميع، عندما يتاح هذا للفلسطينيين الآخرين أن يعودوا بشكل طبيعي إلى ما فقدوه تصبح عودته مقبولة. حضرتك تتحدث عن مشروع، وهذا يعني سؤال آلي جدا، أين تجد نفسك في الرواية الفلسطينية؟ وهل حضرتك تعتبر نفسك، يعني تتحدث عن أسلوبك، تتحدث عن تميزك، تعتبر نفسك أيضا صوت آخر؟ نعم، هناك أصوات متعددة. أنا لا أريد أخوض بالأسماء بالتفصيل جدا يعني، بس خلينا أقول إنه هناك، ليس هناك مدارس يعني، بمعنى إنه والله ننتمي لها، إحنا مش أوروبيين، والرواية ليست الرواية أوروبية وغربية بالأساس، فليس لدينا كل هذه التقسيمات. وإن كان هناك طبعا فيك تقول الواقعية وعدم مش عارف إيه والرواية الاشتراكية ورواية ما بعد كذا والحداثة هناك مدارس. ما بالوضع الفلسطيني أنا أقرب إلى أن أقول إنه هناك أجيال وموجات وموجات. ضمن هذه الموجات هناك موجات من الكتابات الجديدة، هناك طيف من الشباب، صحيح أنه ليس طيف واسع، ولكن الطيف يعني لا بأس فيه. هناك عدد من الأسماء التي تكتب بشكل يقترب كثيرا من الرواية الحديثة، وتكتب بأسلوب حداثي، وتستوعب كل ممكنات الرواية الحديثة، وتقدم أعمال جيدة. وهناك من يقف في منتصف الطريق، وهناك من حافظ على كلاسيكيته ولا يريد أن يتغير في هذول الاتجاهات. تقريبا أنا جزء من التيار أو الموجة الأخيرة. وفي هذه الموجة الأخيرة هناك أصوات لها حضور. هناك كما كنا بسيرته قبل قليل الصديق أنور حامد المقيم هون في بريطانيا، له أيضا مجموعة من الروايات ولها طبيعها الخاص والمميز في إطارها. هناك عاطف أبو سيف اللي جاء من غزة إلى البوكر للقائمة القصيرة هذه السنة، هذه السنة. هناك أكرم مسلم أيضا، هناك حسن حميد اللي كان مقيم في سوريا، هناك سوزان أبو الهوى اللي مقيمة أعتقد في أمريكا ربما، وهناك إبراهيم نصر الله ذو مشروع خاص في الأردن، وهو بمعنى ما من المعاني هو يعني كاتب كبير وله مشروع، بل أكثر من مشروع، ربما له مشروع الشرفات وله مشروع فلسطيني متكامل وجزء منه تاريخي. ولذلك في كل هذه التمايزات أنا بينهم أحاول أن أجد لي مكان أتميز فيه كما يتميز الآخرون. في تجربتك الإنسانية حضرتك يعني تقول أنه هناك 50 سنة من العيش ومن الحكايات، لم تخاطر بالذهاب إلى ما يتجاوز فلسطين في كتابة الرواية؟
المشكلة الفلسطيني انه هي مشكلة انه مسكون بفلسطين يعني مسكون وكأنه عيب لشاعر فلسطيني ان يكتب شعرا لا اطلاقا لانه كثير من الشعراء كتبوا في الحب من محمود درويش ومن قبله ومن بعده من سياتي بعده وكله لا كتبوا في الحب والغرام ودائما كنا نقول هذا استثناء حتى عندما اناقش الفنانين التشكيليين الذين لا يذكرون لا يظهرون رموز فلسطينية يعتبرون انهم يعني مقدامين في هذا الشأن. ولكن الا ترى معي انه لما انا بدي اكتب عن حكاية في باريس انه ايضا انا يعني اغترب من جديد يعني واشعر انا بغربة يعني انا اعطيك مثل بسيط عندما ديفيد جروسمان وهو واحد من اشهر الروائيين الاسرائيليين وهو ايضا مسكون بهذه المشكلة المشكلة الإسرائيلية والمشكلة الفلسطينية اللي هم هذا الكونشيرتو الكئيب هذا هو لما آخر روايات كتبها عن ابنه اللي مات في جنوب لبنان قتل ابنه في جنوب لبنان في حرب 2006 فكتب الرواية ومحورها أيضا سيري أو بمعنى هي شخصية إلى حد ما فكتب عن ابنه لم يستطع وأعطيك مثال آخر أيضا هناك كاتبة إسرائيلية لا يحضرني اسمها الآن قرأت لها رواية من حوالي 6 أشهر تحدثت دخلت بمتخيل لا يخطر على البال أمطار غزيرة تسقط على فلسطين وإسرائيل ثلوج والثلوج تتراكم تغطي كل شيء البلد غرقت كلها بالثلوج وخلقت واقع عجيب غريب وبعد قليل قالت ولكن كان هناك فلسطيني يسير كذا 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 عدنا إلى أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ ربيع المدون عفوا الروائي والكاتب الفلسطيني كنا طبعا في محاولة للتحليق بشكل سريع فوق رواية فعلا غنية وفيها تفاصيل رواية الأستاذ ربيع مصائر كونشيرتو الهولوكوست والنكبة أريد أن أشكرك جزيل الشكر وأشكر لكم حسن الانتباه شكرا لك على استضافتي الله يخليك شكرا جزيلا